في حقيقة الأمر هذه التصريحات توضع في سياق الاستغلال والاستثمار في كارثة الزلزال والكارثة الإنسانية التي ضربت تركيا وأجزاء من سوريا. في حقيقة الأمر الحكومة السورية حاولت استثمار هذه الكارثة لتعويم نفسها مجددا لبناء علاقات وفتح علاقات جديدة. وفي الحقيقة أيضا كان هناك العديد من الدول في الإقليم تحاول التقارب أو التقرب من يعني الحكومة السورية وفتح علاقات جديدة ربما اقتصادية تمهد لسياسية مستقبلا، وابتدأت من إغاثية ومن ثم اقتصادية وستنتهي سياسيا بحسب بعض المحللين. وهذا ما يثير مخاوف بعض الأطراف السورية والمجتمع الدولي أيضا، لأنهم يرون بأن هذا التعويم جاء في وقت تفتقد فيه المعادلة السورية إلى حل. إلى الآن المعادلة السورية بقيت بلا حل جذري يرضي كافة الأطراف في سوريا، إلا أن هذا التعويم بهذه الطريقة وبهذا الاستثمار يعني الغير يرى فيه البعض بأنه غير إنساني لكارثة دمرت ما دمرته وقضت على من قضت عليه من سوريين وحتى أتراك. يعني حقيقة آية، نبدأ من صحيفة الوطن قبل أن نأتي إلى تصريح السيدة إلهام أحمد. نبدأ من صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية، فبحسب ما تعلنه الصحف المقربة من الحكومة السورية نرى ونقرأ بهذا الاستثمار الكبير لهذه الكارثة. يعني اليوم عوضا عن تسليط الضوء على هذه المساعدات والوصول العادل لمستحقيها وتوثيق ذلك، نرى بأن العناوين جميعها تختصر على الأحصائيات التي توثقها هذه الصحف أو هذه المصادر الإعلامية المقربة من الحكومة السورية. يعني اليوم تتحدث على سبيل المثال الوطن المقربة من الحكومة السورية بأنه أول طائرة قادمة من أوروبا حطت في دمشق، والمساعدات متواصلة عبر الحدود السورية ومطاراتها، والعدد وصل إلى 214 طائرة. هذا العنوان يعني كان المانشيت العريض في صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية. ولو قرأنا العنوان بشكل مفصل نرى بأن تسليط الضوء يتم على حجم المساعدات ووجهة هذه المساعدات. يعني اليوم الحكومة السورية أو الصحف والإعلام المقربة من الحكومة السورية نرى في مطلع هذا الخبر وتحت العنوان أعلاه كتبت الوطن المقربة من الحكومة السورية بأن هذه الطائرات هي 5 منها إماراتية وربما 2 إندونيسيتان وواحدة إيرانية وطائرة قادمة بشكل مباشر من أوروبا. طبعا اليوم أوروبا بعدما أن كانت ترسل المساعدات الإنسانية عن طريق مطار بيروت، ومن ثم يعني هناك منظمات إنسانية وغيرها تستلم هذه المساعدات وتوصلها إلى الداخل السوري، صحيفة الوطن المقربة من الحكومة السورية أكدت بأن هذه أول طائرة تحط في المطارات السورية بشكل مباشر. ربما هذه المؤشرات التي يحاول الإعلام المقرب من الحكومة السورية إيصالها إلى الرأي العام بأن اليوم كسرت العزلة واليوم سقطت العقوبات، ويعني التعامل بات بشكل رسمي وموثق أكثر مع الحكومة السورية بعد أن كانت عدة دول أوروبية وغربية ترفض التعامل المباشر. طبعا هذه النقطة ما حذرت منها يعني الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية السيدة إلهام أحمد في تصريح لها لصحيفة الشرق الأوسط التي عنونت حقيقة إلهام أحمد للشرق الأوسط، تقول بأن تعويم النظام لا ينتج حلا سياسيا. طبعا بناء على هذه المؤشرات رأت يعني رئيسة المجلس التنفيذي في سوريا الديمقراطية في مجلس سوريا الديمقراطية أن التعامل غير المشروط مع الحكومة السورية يؤدي إلى تعويمه ولا ينتج حلا سياسيا. وهذا ما تحدثنا فيه في مطلع حديثنا آية، بأن بهذه الطريقة إيصال المساعدات للحكومة السورية بدون أي شرط أو قيد بهذا التوقيت في وقت ربما تعاني المناطق السورية من دمار كامل. يعني لو تحدثنا بتفاصيل الخارطة السورية وخارطة السيطرة السورية نتحدث بأن أكثر المناطق المتضررة، طبعا كل المناطق التي طالها تأثير الزلزال المدمر في السادس من شباط الجاري كانت ربما مأساوية، لكن أكثر المناطق المدمرة هي شمال غرب سوريا. شمال غرب سوريا إلى الآن لم يجدوا آلية مباشرة للتعامل مع هذه الكارثة، وتابعنا وتابع المشاهدون جميعهم الاستجابة البطيئة جدا والخجولة للأمم المتحدة والدول الغربية. إلا أن الحكومة السورية هناك بعض التأثير، لا يمكن أن نقول أنه لن يؤثر، بالطبع أثر وراح ضحيته مراحة من هذا التأثير عفوا، لكن اليوم هناك استثمار كبير في هذه المساعدات. إذا دخلت على الأراضي السورية أو تسلمتها الحكومة السورية فهناك مصادر على الأرض، مصادر ميدانية تؤكد بأنها لن تدخل إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية في شمال غرب سوريا، وبالتالي أيضا تركيا منشغلة كل الانشغال ب وأيضا تستثمر في هذه المساعدات الإنسانية على حساب المناطق المحتلة في شمال غرب سوريا. في حقيقة الأمر لو ما عدنا للحكومة السورية إلى الآن لا يوجد لدى المجتمع الدولي
لا يمكن القول برؤية للحل، إنما الرؤية هي موضوعة وفق القرار 2254، لكن لا يوجد إرادة لتطبيق هذا القرار، لا يوجد إرادة لتطبيق ما تم التواصل إليه دوليا، وربما هذا ما خوف العديد من الأطراف الإقليمية والأطراف السورية والأطراف الدولية أيضا. لذا فربما نحن لازلنا نتابع استثمار كبير في مسألة المساعدات الإنسانية وبناء علاقات مع الحكومة السورية. هذه العلاقات يعني ربما كانت منقطعة بشكل كامل ما قبل كارثة الزلزال المدمر الذي ربما وصل عدد ضحاياه لأكثر من 50 إلى 60 ألف ضحية نتيجة يعني انهيار المباني وما تابعتموه من أحداث مأساوية. في حقة الأمر سيدة إلهام أحمد أطلقت هذه التحذيرات وقالت أيضا يعني أنه هذا هناك كيانات على الأرض في سوريا مثل المجلس السوري الديمقراطية وبعض الجهات السياسية هي تمثل شرائح واسعة من المجتمع الدولي، إلى الآن لم يتم القبول من قبل الحكومة السورية بالانخراط في حل سوري سوري جامع لتكون فيه رؤية سورية حقيقية للحل في نهاية المطاف. هذا كان سوريا آية وأبرز ما تداولته الصحف الصادرة لهذا الصباح في الشأن السوري، إلا أن طبعا هذا السياسي الشأن السوري السياسي آية، أما هناك شأن عسكري وهو التحالف الدولي يستهدف قياديا في تنظيم متطرف بشمال غرب سوريا. طبعا هذا تصريح في إشارة إلى تنظيم داعش الإرهابي في حقة الأمر، هذا ما عنونته صحيفة الشرق الأوسط آية. طبعا طائرة مسيرة يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قصفت يوم الجمعة دراجة نارية يقودها قيادي عسكري في تنظيم أنصار الدين بالقرب من الحدود السورية التركية، ما أسفر عن مقتله واشتعال النيران في المكان. ربما هذه المناطق المحتلة في ظل الزلزال المدمر آية، ليس فقط الحكومة السورية هي من تستغل المساعدات الإنسانية وما شابه، إنما أيضا هناك فصائل ربما موالية لإيران أيضا تابعناها في البادية السورية أو في ريف دير الزور أيضا استغلت هذا الانشغال العالمي ربما وعادت تموضعها وما شابه ذلك، وربما كانت الضربات الإسرائيلية والاستهدافات الإسرائيلية على دمشق خير دليل بأن هناك تحركات يعني الفصائل الموالية لإيران في سوريا. أيضا تنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش، تنظيم ما يعني أنصار الدين ما يسمى بأنصار الدين، والعديد من التنظيمات الإرهابية استغلت هذا الانشغال الداخلي والخارجي في مسألة الزلزال المدمر لتعيد ترتيب صفوفها لتعيد تموضعها على الساحة السورية. إلا أن يعني لا زال هناك من يتابع هذه التحركات، لا زال هناك من يرصد هذه التحركات كي لا يتم استغلال هذه الكارثة على أكمل وجه من قبل التنظيمات الإرهابية أو حتى الجهات الفاعلة في الأزمة السورية كالفصائل الموالية للنظام يعني موالية للنظام الإيراني والعاملة في سوريا آية. هذا كان كل ما تم التطرق له في مسألة السورية آية. دعنا ننتقل يعني إلى لبنان أيضا. بحسب الصحيفة العرب اللندنية تدخل السياسة في القضاء يعرقل الإصلاح الاقتصادي في لبنان، هل تتفقون مع هذا العنوان؟ يعني المشكلة اللبنانية اليوم باتت عويصة خضر تدخلات السياسية بالأخص في الاقتصاد والقضاء، يعني مع كل هذه التدخلات إلى أين يتجه الوضع اللبناني؟ نعم، في حقة الأمر وبحسب ما يراها الكثير من الكتاب والصحفيين آية بأن لبنان اليوم بات بلدا ممزقا سياسيا اجتماعيا وحتى اقتصاديا. يعني تحدثنا عن العديد من الأزمات التي عصفت بلبنان ما قبل تفجير مرفأ بيروت، أصلا كان هناك تظاهرات شعبية، كان هناك واقع اقتصادي مزري، كان هناك أيضا طبقة سياسية متهمة بشكل مباشر بالفساد بشكل كامل لا يستثني منها الشعب اللبناني أي جهة أو أي حزب. فهذا ما كان دليل على رفعهم قبل كارثة أو قبل انفجار مرفأ بيروت حقيقة آية، رفع شعار كلهم يعني كلهم وطلب باستقالة الطبقة السياسية بالمجمل دون استثناء أحد منها. لكن جاء تفجير مرفأ بيروت ربما وفاقم الجرح اللبناني أكثر آية. بعد تفجير مرفأ بيروت والمماطلة وتدخل الأحزاب السياسية في مسألة القضاء وعرقلت مسار القضاء ومسألة القضية، وربما أيضا هذا كان سببا مباشرا لعدم تشجيع الغرب على حل المسألة الاقتصادية. ربما الجميع يتذكر الشروط الفرنسية للحل لم تطبق، أيضا الإصلاح الاقتصادي في الداخل لم يطبق، الإصلاح السياسي لم يطبق، المنظومة الحاكمة في لبنان أيضا فشلت في إدارة أزماتها إلى الآن. حكومة تصريف أعمال هي من تدير المشهد، لبنان دولة بلا رئيس، هناك شغور رئاسي كبير بعد ميشال عون، بعد انتهاء ولاية ميشال عون طبعا الرئيس اللبناني السابق.
فهذه الأزمات جميعها ربما آية فاقمت جراح اللبنانيين، فاقمت معاناتهم، وربما الآن لبنان إذا ما أراد حل أزماته، يعني كما يقال بالعامية لا يعلم من أين يبدأ وأين ينتهي. هذه الأزمات الاقتصادية اجتماعية، اليوم المخاوف والمخاوف الكبرى آية من ربما صراع داخلي، صراع داخلي يؤججه الساسة اللبنانيون لانزلاق لبنان أيضا في المسألة والحرب الطائفية التي يعني تخلص منها لبنان وكلفته ثمنا باهظا في يعني تسعينيات القرن الماضي حقيقة. يعني اليوم نحن نتحدث عن مسألة جدا معقدة. الساسة اللبنانيون لا يمكنهم، أثبتوا للجميع طبعا بأنهم لا يمكنهم التوافق على قضية معينة أو حل معين ينهي معاناة اللبنانيين. طبعا صحيفة العرب اللندنية أدرج تحت العنوان الذي ذكرتيه آية بأنه في بلد قل ما أدين فيه سياسيون بالفساد رغم انتشاره في جميع المؤسسات، تقريبا لا تبدو مساعي عدد من القضاة في محاسبة المتورطين ذات جدوى في ظل الحصانات والحسابات السياسية. يعني اليوم آية من يسرق البلد لديه حصانة، فكيف للقضاء أن يحاسبه أو أن يعني يدينه بالفساد بشكل مباشر، علما بأن خيرات البلاد تنهب. آية اليوم كل فصيل أو كل حزب سياسي هو ينتمي لدولة معينة، إما لإيران، إما للسعودية، إما لأمريكا، إما لأوروبا أو فرنسا وما شابه. فهذه التوليفة اللبنانية من الصعب أن تتفق على قرار واحد، لأنها تمثل أصلا إرادة دول خارجية فاعلة في الملف اللبناني. آية فلذلك لا يوجد قرار لبناني حقيقي، لا يوجد رؤية لبنانية حقيقية تدير المشهد في البلاد، وهذا هو ديدا يعني النظام الحكم في لبنان، وهذا هو صلب ما يعانيه اللبنانيين. إلا الآن لا يملكون أي رؤية للحل أو أي رؤية لإيجاد صيغة توافقية بين الأطراف اللبنانية، إنما هي تطبيق ما يملى عليهم من الدول الخارجية والداعمين الأساسيين والتي سبق وأن ذكرتها. طيب خضر، دعنا يعني نختتم المداخلة معك من ما عنونته صحيفة الخليج الإماراتية. هناك تحركات مصرية أممية للتهدئة، برأيكم هل ستنجح الوساطة المصرية اليوم في التهدئة بين تل أبيب وغزة؟ في حقة الأمر آية يعني اليوم الممارسات الإسرائيلية منذ تولي حكومة نتنياهو الجديدة، هذه الحكومة المتطرفة والتي أيضا يندرج ضمنها بن غفير، هذا الشخص المتطرف جدا اليميني المتطرف لإسرائيل، والذي يؤيد يعني حقيقة مسألة الاستيطان والتوسع الاستيطاني على حساب الفلسطينيين في فلسطين. ربما هذه الملفات أججت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم ينتهي حقيقة ولم يتوقف للحظة. لكن اليوم أن تنزلق الأمور إلى مواجهة شاملة وإلى مواجهة عسكرية كبيرة بين الفصائل الفلسطينية وأيضا القوات الإسرائيلية بات ربما وارد جدا، وهذه ربما هذه المواجهة تكون شاملة بين كلا الطرفين، لأن إلى اليوم هناك حملات دهم واعتقال وتدمير وتجريف لم تنتهي في الضفة الغربية، في نابلس، في مخيم جنين، هذه الحملات مستمرة آية في حقيقة الأمر. وهناك إصرار حقيقي إسرائيلي من الحكومة الإسرائيلية، أتحدث هناك إصرار حقيقي على الاستمرار في هذا النهج. لطالما أن هناك إصرار حقيقي على الاستمرار في هذا النهج وأن هذه الممارسات هي غير قابلة للنقاش أو للتفاوض، فمن الممكن حتى إن دخلت وساطات كمصرية أو خليجية أو ما شابه، فهذه الوساطات ستكون كحبوب الإسبرين آية، يعني هي مؤقتة فقط، لا يمكنها أن يعني تأتي بنتائج، لأن تابعنا أيضا طيلة سنوات منصرمة مع كل صراع تدخل وساطات وأبرزها الوساطة المصرية، لكن هذه الوساطات لا تنتج حلا نهائيا. اليوم إسرائيل تضرب حتى عرض الحائط، كل ما يخرج عن الأمم المتحدة، كل الإدانات، كل المطالبات بإيقاف الاستيطان تضربه إسرائيل عرض الحائط، مستندة بشكل مباشر على دعم لا محدود من الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة أقصى الضغوط على حق الفلسطينيين. يعني اليوم إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حق العيش في مناطقهم بأمن وأمان، فهي تلاحقهم في أي بقعة من الضفة الغربية إلى مناطق واسعة أيضا. فمشروع الاستيطان وتوسيع الاستيطان الذي كانت قد توقفت عنده أو تراجعت وتيرته في الحكومات السابقة، اليوم نتنياهو وحكومته المتطرفة وبن غافير أيضا يحملون هذا المشروع مجددا على عاتقهم ويصعدون من المشهد القائم اليوم على الساحة الفلسطينية. بالطبع لكل فعل رد فعل، فنحن أمام ربما مواجهة قوية، إلا أن كما تحدثنا أي وساطة من الممكن أن تحدث، لا يوجد وساطات حقيقية لإيجاد حل
وهذا الحل يكون ربما مكفول إقليميا أو دوليا، إنما هو حل مؤقت فقط، يتم تهدئة الميدان عسكريا وتبقى المسائل السياسية والمسائل الخلافية هي مسائل عالقة من الممكن أن تعود وتؤجج الساحة العسكرية مجددا في أي وقت في حقيقة الأمر. والعديد من الكتاب لا يعول حقيقة على أي وساطة إلا في التهدئة الميدانية، أما أن تكون وساطة حقيقية لإيجاد حل شامل وعادل يرضي كل الأطراف لا يوجد أي وساطة من الممكن أن تقوم بهذه الخطوات، إنما حتى الوساطة المصرية التي ذكرتيها أيوة ذكرتها صحيفة الخليج هي فقط وساطات للتهدئة المؤقتة. طبعا الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة يصعدون من قصف بالصواريخ وغارات جوية، وإلى الآن لم تصدر تقارير عن وقوع إصابات، فيما وصل المبعوث الأممي إلى القطاع لتطويق التصعيد، ومصر أيضا دخلت على خط يعني الوساطة. في حقة الأمر آية عندما يقولون هناك استهداف ولم تقع أي إصابات، فتكون هذه الاستهدافات هي مجرد رسائل، رسائل لا غير، يعني كلا الطرفين الطرف الإسرائيلي والقوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية أيضا يملكون بنكا واسعا من الأهداف، من الممكن أن يصيبون الأهداف الذي يريدون، من الممكن أن يحققون ربما خسائر كبيرة كل طرف للآخر، إلا أن عندما يتم توجيه ضربات متبادلة ودون وقوع خسائر لا مادية ولا بشرية، فهذه الاستهدافات تكون عبارة عن رسائل من الممكن أن تنزلق الأمور فيما بعد، هي رسائل تحذيرية من الممكن أن تنزلق الأمور فيما بعد لمواجهة عسكرية، وربما تدخل الوسطاء بهذا التوقيت يعني سيحقق نتائج آنية كما تحدثت على الصعيد الميداني وتطويق التصعيد المرتقب. آية طيب شكرا جزيلا الشكر، كنت معنا من غرفة الأخبار الزميل خضر دهام، شكرا جزيلا لك.